جينا لهاد المنطقة هادي خصوصا باش نطلبوا بعض الحقوق المهنية والاجتماعية لقطاع سيد الأجرة، خصوصا التموضع، تموضع سيد الأجرة في مدينة طنجة. الكل يعلم أن الآن ملف سيد الأجرة بمدينة طنجة تشوبه العبثية، عبثية حقيقية لا في التنظيم ولا في التسيير. هناك بعض الحقوق الآن هي الاجتماعية لقطاع سيد الأجرة، الآن نعاني من الطرد التعسفي، نعاني من تموضع قطاع سيد الأجرة خصوصا بعد تحويل المحطة الطرقية إلى المكان الذي تعلمون عن مكانه الآن. أصبحت الآن مدينة طنجة تعاني كسادا حقيقيا بالنسبة لسيد الأجرة الكبيرة، وخصوصا أننا كنقول وكنحدد المفهوم أن الآن المحطة الطرقية بالنسبة لسيد الأجرة لا تعنينا في شيء لأنها ما اشتغلت شيء. والمواطن، المواطن راه رافض يطلع الآن المحطة الطرقية لعدة أسباب، أهم الأسباب هي أسباب مادية، أسباب ديال الوقت. لا يعقل أن في الظرفية الآن وفي عادة السرعة وفي حالة تي جي في يكون المواطن أنه يقطع واحد المسافة 50 كيلومتر من مدينة تطوان، يقطع 80 كيلومتر زيادة 30 كيلومتر باش تمشي من مدينة طنجة، خصوصا الجهة الشرقية، باش تمشي من مدينة طنجة إلى المحطة الطرقية خصك 15 كيلومتر، وباش ترجع عند الطريق الرئيسية باش تبع طريق تطوان خصك 15 أخرى هي 30 كيلومتر. صبحت الآن مدينة تطوان تبعد عن مدينة طنجة ب 80 كيلومترا، وهذا حنا اللي كنقولوا تقريبا الإدارة من المواطنين، هذا شعار فضفاض ما كاينش الوجود ديالو، ما كاينش هذه الإدارة اللي كتخدم المواطنين ولا السائقين. حنا كنقولوا حنا خدمنا واحد عام وحنا خدامين الآن المحطة الطرقية، المهني ما راه المواطن ما كيبغيش يطلع المحطة الطرقية، قلنا ما كيبغيش يطلع، مسائل مادية كتجي أن يتبر التاكسي صغير 30 درهم ويركب من تما ب 50 درهم لأن الجائحة الآن فرضت علينا وفرض نهزوا 5 ديال الناس وربعة ديال الناس. صبحت الأثمنة طلعة، صبحت المسافة طويلة، لذلك حنا كنقابيين كنقولوا السلطات المعنية على أنها ستكون واحد المحطة ملحقة في مدينة طنجة تخدم الجهة الشرقية والجهه الغربيه راه كفيله، ولا قلنا حنا الجهه الشرقيه راه بدون عبث الجهه الشرقيه تضم بعض الاحياء الشعبيه اللي هي طنجه الباليه، كاينه مغوغه، كاينه بني مكاده، كاينه دار التونسي، كاينه مغوغه كبيره وصغيره، وكاينه المنار، هاد الجهات هذه كامله تخدم المدينه الشرقيه. وكنقولوا بعد ونزيدوا اضافه الى ذلك، حنا عندنا سيد الاجره الان عندنا اختصاصات، هناك سيد الاجره كتخدم المنطقه السياحيه خاص بالسياحه، هاد الناس كيوقفوا قدام باب الاوطيلات، لا يعقل على ان واحد الاوطيل اللي كيجوا له التوريست والسياح وكيجلسوا ما تكونش واحد محطه سيد الاجره. نعاني استفزازات اولا الامنيه والتدخل الامني السافر في حق سياره الاجره الواقفه او المتمركزه او المرابطه امام الفنادق بدعوى انها لا توجد هنالك محطه، نطلب بمحطه ملحقه، نطلب بمحطات توجد في المناطق السياحية لمدينة طنجة، نطالب بإرجاع بعض المحطات التي اقتلعت عنوة وفسادا وظلما وتظلما على مهن سيد الأجرة. الولاية أو في شخص الوالي هو المسؤول الأول عن مدينة طنجة، وفي الدستور له الصلاحيات باش أنه ينزل قرارات عاملية تساند قصة سيد الأجرة. كنطلبوا من الولي الحراك أن يتحرك في هذا الشأن. الآن ملفات قطاع سيد الأجرة في مدينة طنجة في ذيل المرتبة، ما كاينش شي واحد اللي كتحرك في ملف قطاع سيد الاجره سواء كانت الاداره الامن او الاداره هنا الاداره الولايه. حنا ولا كنا كنطلبوا من الوالي انه يفيد القرارات، هو اللي كيخرج القرار تنقيذ محطه بيد الوالي وانشاء محطات بيد الوالي وتمتيع الاخوان ديالنا بالحقوق الاجتماعيه ايضا في يد الوالي. لا يعقل، نحن ننتمي الى قطاع سيد الاجره لوزاره الداخليه، لا يمكن والحاله هذه تكون تعسفات على المهنيين ويتم الطرد. أنا كنقول للجامع هادشي هذا ما كيبغي حتى شي واحد لله تعالى، لا حنا لا المهنيين. المهني الآن يطرد 10 سنين ديال الخدمة في سيد الأجرة، يجي واحد مستغل اللي درا واحد 50 مليون 150 مليون ويطرد السائق عنده 5 العوال، فين غيمشي؟ فين غيمشي هاد السيد هذا؟ حنا ولا عملنا العقد النموذجي وعطينا الناس وقينا التزامات ديال المستغل والتزامات الشوفر وعملت بيرمي ديالو كونفيونس وبطاقة مهنية وقدمناهم للولاية، خاص الحماية، خاصهم يحميونا. ما يقولوش ان هذا قانون تنظيمي وقانون ما عندكم شي حقوق وما عندكم شي قانون مسطر وما ممثلينش في الغرف. حنايا الان تابعيا لوزاره الداخليه، الا كانت وزاره الداخليه غير قادره على تسيير هذا الملف اللي هو قطاع سيد الاجره، اسيدي ترفع يد عليه، تنسحب وتعطي وزاره النقل. خلينا نتواجهوا مع الناس اللي كيفهموا في الخدمه، ما يمكنش حنايا نتخذوا النظره ديالنا يا قطاع سيد الاجره هي نظره امنيه، ابدا لم تعد قطاع سيد الاجره لم يعد بتاتا الان يشكل تهديدا على الامن المواطنين، بالعكس نحن نقدم خدمات ونحن كنا متواجدين في جميع المحطات من المسيرة الخضراء إلى هنا، سيارة الأجرة كانت دائما متواجدة. نرفض رفضا باتا هذه المعاملة وهذه الازدواجية في المعاملة خصوصا مع السنات ديال الحافلات. الآن
حنا كنا جلسنا نقولوا الحق للتاريخ ونقولوا حتى الاخوان نقولوا وسائل الاعلام، حنا جلسنا باش تحول المحطه الطرقيه، وكانت هنالك تعهدات من طرف الوالي قلنا بالضبط طلعوا ولا ما خدمتوا 3 شهور ولا ما خدمتوا شي ترجعوا نعطيكم شي محطه ملحقه. حنا طلعنا ولكن بوهت الذي كفر، بقينا تما طلبنا بملحقه حتى واحد ما عطاهالنا، حتى واحد ما شاف فينا لحد الان، ما كاينش واحد الشجاعه في تدوير هذا الملف. بالعكس ان 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 الحافلات ضبطوا راسهم وخدموا وجاو عند الوالي وعطاهم تغيير المسار. حنا قلنا في الاول المسار ديال الحافلات خصو يكون مرجان وطلع طريق الدائريه التاسعه وشبر طريق تطوان، اذ بنا نفاجأ على ان الكيران كيجيو محطه طرقيه كيجوزوا على العوامه كيجوزوا على محكمه استئناف الحاليه ثم طريق تطوان وكيعبئوا الناس محكمه استئناف كيهزوا الناس وكيعند كورتي كيقطعوا له كيمشيو. شكون اللي غيطلع حنايا عندنا المحطه الطرقيه؟ تا واحد. المسؤولين ديال الولايه كيتجاهلوا هذا القطاع هذا، خاصه القطاع ديال سيارات الاجره، مادام هو المنفعه الاولى ديال المدينه بالعكس السلطه كتجهلوا. اول عمليه دابا الا غادي نمشي للمحطه اللي كيقولوا المحطه جديده كنزيد على المواطن 20 درهم وكاين جهه اللي كتزيد 30 درهم، اذا شمن مصلحة عندي أنا كسائق كندافع على واحد آخر؟ هذا هو السبب اللي كتشوف مثلا إلا قلت طنجة فيها 4000 تاكسي حاضر غير 300 ولا حاضر غير 100، هذا هو المشكل. أنك يقول لك علاش غادافع على المواطن؟ ولكن كندافعوا دابا مع بعضياتنا على ذاك طرف الخبز اللي هو ضيق. أن ما بقاش تقول السلطة وصية كتعس على المواطن واش كيلحق ما ياكل وكيلحق ما يداوى ولا، هذه كارثة. يعني كنشوفوا الجهل كيزيد في العقول ديال المسؤولين أكثر من التواضع ديالهم قدام المواطن. ماشي شعار الخطاف، إذا كانت السلطة كتجهلو فهي كتساعدو، مادام هو كيخدم مخفي بالنسبة لي لا. بالنسبة للتاكسي هو ظاهر أن العقوبة كياخدها غير الشيفور ديال التاكسي، هذاك ديال النقل اللي غنسميوه مستتر في الوراق هذاك كيتزكيه السلطة وهو خدام مع راسو الدنيا هانية. أنا كتلقى دابا حتى السيارات جدادين خدامين، ما هو بزاف ما يتقال. أول حاجة اللي خص يكون هو المواطن يكون عنده كرامته، إنسان كيمثل يجي يطلب واحد الطلب تجاوبه بطلب، جاوبوا بواحد البرودات شي ما كاينش، غاب على الإدارة للأسف الشديد. عدة لقاءات بدون جدوى وراسلنا الولاية في هذا الموضوع هذا، وسابقا كنا ملي تفتحت محطة جديدة كنا من واكبنا الإخوان كاملة، كنا بعدا حقيقة نطلعوا المحطة الطرقية في حالة ما إلا كان النقص باش نعملوا واحد الملحقة، الملحقة اللي تكون هي في طريق تطوان. وعدونا على الشفاوي ولكن عملنا هذه المراسلة هذه بأن على الأقل نجلسوا الطاولة باش نناقشوا الموضوع. كانت أسفوا بأن كاين التعنت من الولاية، هذا هو السبب باش اضطرنا باش نعملوا هذه الوقفة احتجاجية. ولكن كيف يعقل المواطن ماشي يطلع من هنا حتى المحطة جديدة ب 25 درهم عادي يعاود لتطوان؟ هذا هو احنا نشوفوا من الجانب الإنساني أولا، حنا كنشوفوا من الجانب الانساني والاخوان ديالنا باش ما يستغلوش النقل السري والسيارات بارتيكولا هما اللي بداو كيخدموا في المحطه هذه القديمه كيخدموا من تطوان. حنا قلنا لهم واحد الملحقه، ماشي كنطلبوا شي حاجه اللي خصها دراسه او لا شي حاجه، هذه النقطه اللي هي فريده. ونزيدك عاوتاني النقاط اللي هي مهمه اللي كنشوفوا بعض السائقين طر تعسفي للاسف الشديد، يا خور كيخدم 8 سنين 9 سنين 10 سنين كيطردوه للاسف لا في المحكمه ولا شي حاجه كيخرج بدون جدوى. هذه وانتم كما يعلم الجميع بان هذا الجازوال بان ارتفاع صاروخي، دابا للاسف السائق كيفاش ماشي يعيش ب 60 درهم ولا 70 درهم، دابا الجازوال تخلو في الجيب ديالو. هادو من النقط اخرى اللي كنا كنطلبوا سابقا هذه المعدونيات. لا الاقل كيف يعقل السيد كيكون في زهره الشباب ديالو كيدخل هذا القطاع هذا ملي كيشرف كيخرج للاهمال اما يسعى واما الا كان عنده شي ولادو يتخبع فيهم؟ حنا كنطلبوهم هاد المعدونيات، هاد السائقين خصهم يستغلوا حتى هما يستافدوا
او لا يعملوا دفتر التحملات. حنا كنتمنوا هذه الحكومه الجديده تشوف فينا واحد العين الرحمه على الاقل، اما يعملوا دفتر التحملات او هذه المعدونات يزولوا. دابا شكون هو المستفيد الاول؟ هي الباترونه استفدت اولا من الاسطول، من الاسطول، الدعم ديال الاسطول بدل الصنف الاول ولا الصنف الثاني. 99 سنه عاود تقعد تسوي الوضعيه ديالهم على 10 سنين كيبدلوا، وللاسف السائق سيرة الاجره باقي بحال اللي كان من الاستعمار الى حد الان، باقي السائق سيرة الاجره باقي ما استفدش شي حاجه. حنا كنقولوا لهم خصها الولايه. علاش هي الولايه؟ الولايه راه عندها واحد المسؤوليه كبيره، هي اللي خصها تشوف الحلول لهذا القطاع هذا. حقيقه هذا القطاع هذا غير منظم، ولكن خصها يكون المجهودات بحال اللي قال سيدنا الله يسرو، اي مسؤول هو خصو يعمل واحد الاجتهاد ديالو.